السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومكم طيب، يومكم سعيد. أنت من تقرر كيف ستكون حياتك. إذا اعترفت وأيقنت بيقين تام أنك السبب في كل ما يحصل لك، صدقوني إخوتي، اللحظة التي اعترفت فيها أنني سبب كل ما يحدث لي من سلبيات هي اللحظة الوحيدة التي أدركت فيها ذاتي، لأنني واجهت عيوبي، واجهت أخطائي، واجهت ضعفي، واجهت قلة حيلتي. عليك أن تعترف أنك المخطئ، أنك السبب في كل ما يحدث لك، لأن الحياة مهما بذلنا فيها من جهود لن تنال منها إلا ما كتب لك. وقد أودع الله فينا طاقات رهيبة هائلة، أعطانا كل الحلول في عقلنا الباطن، في عقلنا الباطن مخزنة تلك الحلول، مخزنة مهيئة تنتظر منا أن نوقنها ونوقظها ونسعى إلى اعتمادها في حياتنا. تلك الحلول لن تخرج إلى النور إلا إذا أيقنت أنك بعقلك الضعيف وقعت في المشاكل، أن بعقلك الضعيف، لأن العقل الواعي يتصرف بنسبة 5% فقط، والعقل الباطن كل الخيرات مخزنة فيه، ونحن مع الأسف نعطل هذا العقل الباطن ونعطل تلك الخيرات والثروات، ونستعمل فقط عقلنا الواعي الذي يمثل 5%. أليس هذا ظلما في حق أنفسنا؟ كثيرا ما نتخيل أمورا كثيرة، ونتخيل إنجازات عظيمة ونحلم بتحقيقها، ثم نسعى لتحقيقها بما يحويه عقلنا الواعي من أفكار وملاحظات وواقع، لأن العقل الواعي هو مرآة للواقع الضيق فقط، فنقع في أزمة عدم تطابق ما تخيلناه مع الواقع. ولهذا يجب أن ننتبه لذلك ونستعمل ذكاء الموجود في العقل اللاواعي. ذلك الذكاء أفاقه غير محدودة، أفاقه واسعة جدا، أفاقه لا يعجزها واقع. اعلم أن لا يمكنك أن تأخذ كل شيء من الدنيا، لا يمكنك أن تحصل على كل شيء، مستحيل أن تحصل على كل شيء. إذا كنت من الذين يطمعون في كل شيء فاعلم أنك لن تتحصل على كل شيء، لأنك ربما تكون لك شركة عظيمة، رأس مالها يفوق كل الشركات في العالم، ربما لك زوجة أو زوجات، وربما لك أبناء صالحين، ربما لك كل ما تتمناه من القصور ومن الديور ومن السيارات ومن الطائرات ومن ومن، لكنك صدقني كل ثروتك ذلك.
لا تمثل إلا 1% مما هي عليه الدنيا، ولهذا لا تطمع أن تتحصل على كل ما هو موجود في الدنيا. اسعى، اسعى إلى هذا 1% أو ربما حتى أقل منه قد يسعدك، لأن الغنى ليس الغنى المادي، وإنما الغنى هو الاستغناء، هو الاستغناء الحقيقي عن ما هو في يد الناس، الاستغناء عن المادة التي تسعد الناس، والاكتفاء بالسكينة والطمأنينة والقناعة، لأن القناعة تجعلك تشعر بالسعادة التي تسعى إليها وأنت تحسبها أنها تأتي بالمال. لا، فأنت غلطان. السعادة قد تأتيك في لحظة هدوء، لحظة سلام مع نفسك، لحظة تصالح مع الذات. اسعى إلى هذه السعادة لأنك ستجدها، أما إن سعيت إلى السعادة التي تأتي بالمال فإنك وإن كان لك ما ذكرت آنفا لن تكون سعيدا، لأنك ستسعى دوما في الحصول على الأكثر. اقنع، تسعد.